أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع ألترا عراق مع الكاتب زيا وليد، ونقرأ منها مقالا بعنوان المقاطعة بالأرقام واحتيال النظام، جردة حساب لانتخابات مجالس المحافظات. الانتخابات وأرقامها شرط الدقة، هي حزمة استفتاءات شعبية شاملة عن مسارات المجتمع وتحولاته وتحركاته، تغني عن الكثير من الحشو والشعارات، والآن وكما يفعل في جردة الحساب التي تكشف عن عمليات الاختلاس والسرقة. شخصنا هذا التلاعب بالأرقام عبر تغيير القاعدة المشار إليها أعلاه، لأنه تحايل بنيت عليه التهاني والتفاخر والإشادة من مسؤولين وسياسيين، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى بغداد. وكذلك قد تبنى على هذا الاحتيال خطابات عن إنجازات تسوق كحقائق، خصوصاً مع اختفاء المعارضة السياسية والإعلامية عن الساحة. يقول الكاتب: لم تفلح تقريباً التعيينات والركائز والضخ الإعلامي في إصلاح العلاقة بين أغلبية المجتمع والنظام السياسي. هل علينا أن نفرح ونعد المقاطعة انتصاراً حاسماً؟ يؤسفني القول، وإن الطبقة التي تدير السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ستحكم رغماً عن الأغلبية وبمباركة دولية، فاستخدام السلاح والترهيب والترغيب والمواقف القانونية لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة من دعم حكومة القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بل الإفراط في دعم مواقفها. أضحت الديمقراطية في العراق حكم الأقلية، وأضحى من يحق لهم الانتخاب، هم من حدث بطاقته البيومترية مع إقصاء قرابة 10 ملايين مواطن من حسابات الناخبين المفترضين قبل الانتخابات. الذي لم يحدث بطاقته الانتخابية ليس مواطناً يمكن احتسابه ضمن المحتجين المقاطعين في الدولة الديمقراطية العظيمة. وأضحى من يحسم الحكم في العراق تلك القلة التي حدثت أولاً وشاركت ثانياً وانتصرت لمرشحيها ثالثاً. والنقطة الثالثة ليست حاسمة أيضاً طالما وجدت الصواريخ والمسيرات والتأثيرات الأخرى التي خبرناها. والحق إن الوصول أو البقاء في الحكم بالنسبة للأحزاب الرئيسة أهم بكثير من الديمقراطية، والفوز في الانتخابات بالنسبة لهم أهم من نسبة المشاركة والمقاطعة. والقلق الذي أظهرته شخصيات سياسية من المقاطعة مؤخراً سببه الخوف على مزاحمة المكونات الأخرى في المناطق المختلطة. ونقرأ مقالاً للكاتب لهذا الحديث بعنوان ملياردير وفقراء وتلاشي الطبقة المتوسطة في العراق وفي البلدان المتطورة أمريكياً وأوروبياً. يقوم أصحاب المليارات بدفع الضرائب لبلدانهم، وهي ضريبة استثنائية توفر إيرادات عالمية كبرى عراقياً. أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى وجود 35 ملياردياً و16 ألف مليونير في العراق، فيما أن عددهم يعادل 9 دول مجتمعة. يقول المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن ثلث الشباب العراقي يعانون من البطالة وفقاً لمركز الأبحاث في العراق. 36 ملياردياً هي ثروة كل واحد منهم أكثر من مليار دولار، كذلك 16 ألف مليونير ثروة كل منهم أكثر من مليون دولار، علماً أن مستوى الفقر في العراق بالدرجة 20 في تسلسل درجات الفقر الدولية وفق منظمة الأمم المتحدة. ظاهرة الفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع العراقي تلعب دوراً خطيراً لانعكاساتها السلبية على الحياة العامة وعلى أفراد المجتمع، الذي بدا عليه التمايز الطبقي واضحاً بتميز فئة بمختلف الخدمات التنموية والمعاشية والصحية على حساب الفئات الفقيرة والمحرومة، حتى وإن حصلت هذه الطبقات على بعض الخدمات لم تحصل عليها بالشكل الطبيعي المطلوب.
وتبقى منقوصة لا تحقق احتياجاتها. توسعت هوة التفاوت الطبقي والكل يدرك مخاطرها وعواقبها الوخيمة على المجتمع، لأن الفقر والتفاوت الطبقي الأكثر خطورة من بين كل المخاطر التي تحيط بالمجتمع. وما نواجهه في مجتمعنا من فقر وتفاوت طبقي جاء نتيجة حتمية لما نعيشه من فوضى سياسية وفساد إداري ومالي وتجاوزات على المال العام تمر بدون رادع حقيقي بعد أن زادت الفقراء فقراً وجعلت العراق يتصدر قوائم الفساد في العالم. عن صحة الناس ومصالح المتنفذين تقول الصحيفة طريق الشعب: جاء العراق في المرتبة 115 من بين 167 دولة في مؤشر الصحة العالمي، ولم يتفوق فيه إلا على اليمن والسودان من دول منطقتنا، ما يعكس هذا المؤشر واقع المواطن العراقي الذي أفرغ سوء الخدمات الصحية الحكومية جيوبه، ومثله جشع المستشفيات الأهلية وكذلك العيادات الخاصة. الخلل في المستشفيات الحكومية واضح تماما، فهي لم تعد تستطيع استيعاب أعداد المرضى جراء النمو السكاني، والأنكى من ذلك البطء القاتل في إنشاء المستشفيات الجديدة التي انقضت سنين على مواعيد إنجازها. وهناك أيضاً غياب العلاجات خاصة للأمراض المزمنة والسرطانية، وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار في الصيدليات الأهلية، واستفحال التخادم غير الأخلاقي بين الكثير من منتسبي هذه المهنة لتحقيق أقصى الربح على حساب المواطنين. وفي مرات سابقة أشرنا إلى محاولات بعض الجهات الاستئثار بالوزارة متجاهلين حاجات الناس الماسة، فيما وصل العالم اليوم إلى قناعة بأن صحة الناس يجب أن لا تدخل في حسابات الربح والخسارة. لكن المعايير عندنا مختلفة، والمتنفذون معنيون بمصالحهم لا بصحة الناس، وتبقى جوانب واقعنا الصحي غير صادمة لمن يعيش المعاناة اليومية. لكن هل تحفز على منح الأولوية لصحة المواطن وتخصيص المبالغ الكافية لها؟ وإلى صحيفة القدس العربي ونقرأ منها مقالاً بعنوان: فلسطين شعارات العرب وواقعية الغرب، للكاتب حسين مجدوبي. تكشف حرب الإبادة التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، تكشف عن واقع مر وصارخ في التناقض بين غرب رسمي وواقعي في مواقفه والسياسة التي يطبقها، وعالم عربي رسمي غارق في غالبيته في النفاق. وعند كل محطة تاريخية خاصة الحروب يبرز التزام الغرب الرسمي بتعهداته تجاه إسرائيل، وهو ما نعيشه في وقتنا الراهن بشكل جلي وبشع بعد طوفان الأقصى يوم 7/1 أكتوبر. إن التناقض الصارخ يتجلى في كيف يعمل الغرب من دون ضجيج الشعارات. لا يتحدث عن تاريخ مشترك ولا عن لغة مشتركة ولا تقاليد عريقة، بل اتخذ موقفاً واضحاً وهو دعم إسرائيل، بينما الأنظمة العربية أنتجت حول الوحدة العربية والمصير المشترك بلاغات قد تفيد في تشييد جسر بين الكرة الأرضية والقمر. لكن عند لحظة الشدة تتوارى غالبية هذه الأنظمة، بل تصبح طابورة خامساً لصالح الكيان. في اللغة العربية الفرق بين الغرب والعرب نقطة واحدة، لكن في الواقع السياسي يتحول الفرق إلى سنوات ضوئية بين التزام الدفاع عن المواقف في حالة تأييد الغرب لإسرائيل والتملق واسترضاع الغرب بل حتى إسرائيل على حساب الفلسطينيين في حالة بعض الأنظمة العربية. لا ننسى هذه المعادلة: إسرائيل مشروع استعماري للغرب، وهذا الأخير بدفاعه عن الكيان فهو يدافع عن الاستعمار مباشرة وعن حرب الإبادة وعن ضرب القانون الدولي، بينما فلسطين قضية تحرير
ومواجهة للاحتلال، لكن غالبية الأنظمة العربية والكثير منها كان حتى الأمس القريب تحت الاستعمار، لا يستطيع الانتقال من ترديد شعارات الوحدة والتحرر إلى أرض الواقع. وإلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ منها مقالا بعنوان كفى أمريكا كفى للكاتب بكر عويطة، كما أن إسرائيل ذهبت أبعد بكثير مما تصور كثيرون في جنون الحرب التي تشنها على مدني الشعب قطاع غزة العزل من كل سلاح، فإن أمريكا الرئيس جو بايدن ذهبت بعيدا هي أيضا في غض النظر عن حماقات بنيامين نتنياهو وحكومة العدوان الظالم والتي يرأسها ويجلس على كراسيها ساسة متطرفون. أن يقف سيد البيت الأبيض جمهورية كان أم ديمقراطيا إلى جانب الحليف الإسرائيلي أمر ليس جديد بل متوقع ويفترض ألا يثير أي استغراب. فسجلات وقائع كل أزمات إقليم الشرق الأوسط الكبرى تثبت أن إسرائيل ليست مجرد حليف للولايات المتحدة قدر ما هي تشكل قاعدتها الأساسية التي وحدها تحظى بثقة لا تخضع لشروط أو قيود ولن تمنحها أي إدارة أمريكية لأي من حلفائها بأي مكان فعلا. يستنتج مما سبق أن بوسع سيد البيت الأبيض عندما يريد ممارسة الضغط على حكام إسرائيل بغرض وضع حد لأي تماد في عناد يمس مصلحة الولايات المتحدة ويؤثر على صدقية علاقاتها مع باقي حلفائها في المنطقة، ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن منهج الدعم الأمريكي الثابت لبقاء إسرائيل ترسانة السلاح الأقوى بين دول الإقليم ككل، إذن ما دام أن هذا هو الحال يجوز طرح السؤال التالي: ما الذي يمنع إدارة جو بايدن بل الرئيس شخصياً من اتخاذ موقف أشد حزماً مع حمق نتنياهو الذي تجاوز كل حد معقول؟ ألا يكفي الرئيس الديمقراطي الصك الانتخابي الصريح إذ يعلن أنه صهيوني أمام الملأ أجمعين كي يحدق في وجه آلة الحرب الإسرائيلية بعين حمراء قائلاً إن كفى تعني كفى؟ نعم يستطيع لو شاء، ولو أن الوازع الإنساني عنده تقدم على ما عداه. والآن مشاهدينا إلى صور الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
الذكاء الاصطناعي يتسيد المشهد التكنولوجي عام 2023. لا شك أن أحد أبرز السمات التي طبعت عام 2023 هو انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي في أكثر من مجال وقطاع، وتمكنت شركات التكنولوجيا من استقطاب 50 مليار دولار من الاستثمارات في هذا العام بنمو فاق 70% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. بل إن تقريراً لشركة الاستشارات الإدارية ماكنزي توقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 2.6 تريليون دولار إلى 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي كل عام. وهذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي يؤكد على أن العالم مقبل على ثورة في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل إنه دخل فعلاً وبخطى متسارعة في هذا المجال، فمن قطاعات التعليم إلى الصحة والبيئة والإعلام إلى قطاعات العسكرية والأبية، ناهيك عن القطاعات الاقتصادية مثل النقل والتصنيع والزراعة. ومن أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 تجلت في القطاعات العسكرية والتعليمية والبيئية. حرب غزة ميدان تجارب، حولت إسرائيل قطاع غزة إلى ميدان تجارب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحرب، حيث ضاعفت من عدد الأهداف التي طاربتها في القطاع بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. السنة يعني كانت مبكرة أكثر من السنة الماضية، وإجت بشكل يعني مفاجئ مباغت وأعداد كبيرة تفوق قدرة المشافي الموجودة حاليا، وطبعا القبول 100% نسبة تشغيل القسم الجناح والقسم العناية، وفي أطفال كتير فائض عم يضطروا يحولون على غير مشافي أو ينتظروا على الدور بشكل يومي. دائما في عنا 30-40 اسم دول مسجلين على الدور مشان ينقبلوا في المشفى، ممكن تكون حالتهم خطيرة بس ما فينا إلا نعالج بشكل إسعافي بالإسعاف. البيئة الموجودة عم تساعد بتفاقم الأعراض وعم تقدر لتفاقم الأعراض، وخاصة يعني الشدة التنفسية اللي عم تصير عند الأطفال اللي هي بالأساس سببها هو المرض، وبسبب عندنا الجو والبيئة بالمخيمات واعتماد التدفئة على مواد تدفئة سيئة والجو البارد في عالم ما عنده حتى صوبيات. حالياً عم بتتم عملية العلاج بصعوبة جداً، يعني أنا بالنسبة إلي كأب أنا عم بنام وفيق وأنا بفكر يعني عيني على الولد إنه لا يختنق ونحن نايمين ما حس عليه، لأنه راح يكون يعني ذنب كبير واسم كبير علي أنا. فعملية العلاج هلاقين ما في علاج، هاي حقيقة ما في علاج، العلاج من رب العالمين.
الله وحده يعين من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. إلى اللقاء.